Q&A. باه في الQ&A امير قال لي ابدا بعلي دونك انا باش نبدا بامير ما يتخبى شيء هنا انا لا ترونسبيرونس راني هنا شعاري معروفه الشفافيه اي باهي باهي دونك نبدا انا في الكونتكست نتاع الايميل ماركتينغ الابريفياسيون تاع سي تي ار اللي شنية تكون شنية هالسي تي ار الله كان يتبع عليه قلت لك ابدا عليه قد كنت تبدل سؤالي واضح سي تي ار فيش صح فين في الايميل ماركتينغ معناها في سمحوا يا سيدي المستمعين يا علي خاطر على حد في تيك ايزي في اكسبريس تعرفش كي سي تي ار سور سايب برشا والله باهي تون حسب رايك تي تراكينج باهي صحيح ولا غلط بالرسمي غلط سي كونتنت ها كاستمر كاستمايز ها سي كاستمايز لا 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 ما تعرفيش شنو ما فيش باش تعرف تجاوب زيدوا حرف دي في الاخر نتاع دقز سي تي دي والله فاير اليوم عليه اعطينا اقتراحات الاقتراحات باهي وقت اللي قلت لك غلطه مش غلط او باش حبيت نظلك شوي نقطة انا ديجا تو معناها مازلت هات نعطيك ثلاث اقتراحات انت كيما اعلام كاين صهيوني معناها اللي هي كاستمر تراكينج ريفيو والا كونفرجن تراكينج ريبورت والا كليك ثرو ريت كليك ثرو ريت باهي هو قال دي صحيحه تراكينج معناها ما قلت شيء انا اعطيت هاني ثلاث اقتراحات وتصرفوا تو انا اخترت كليك ثرو ريت خاطر ياسر ماذا معتمد ياسر باهي كاستمر تراكينج ريفيو كونفرجن تراكينج ريبورت والا كليك ثرو ريت كليك ثرو ريت والاجابه الصحيحه اللي هي كليك ثرو ريت تعرف علاش تعرف علاش طلعتها كليك ثرو ريت على خاطر كلهم يقرا فيهم كليك ثرو ريت قالها كيكا اي ما قلتش اكزاكتومون اللي يقول الاخرين واضح اللي يقرا فيهم مش بيغلطش ناخذ النقطه كامله خاطر خذيتها وانا مقتنع بها مش قاعد نتبع نفسي مش خدمت مخي مش تقز لا لا بالعكس معناها نقطه دونك ترتيب اماني انا خمسه نقاط اربع نقاط سامحني في ميكر خمسه نقاط وانت ثلاثه نقاط جوست حاجه بركه اللي الكليك ثرو ريت هو كي بي اي في ديجيتال ماركتينغ نحسبوا فيه الافيكاسيتي نتاع الاونلاين ادفرتايزنج نتاعنا معناها سي واحد من اقوى لي كي بي اي اللي نجموا نحسبوا بهم واللي ما نجموش ما نشوفوهوش والا ما ناخذوهوش بعين الاعتبار واضح باهي في ماكر اهلا وسهلا ربي يستر باهي سؤالي على الماركت شير نتاع مبيعات الهواتف في الكوارتر الثالث من 2023 اوكي حسب رايكم شكون اللي يستحوذ على اعلى نسبه مبيعات في الرباعي الاخير هذا من 2023 اللي تعدى حسب رايكم لهالي واضحه من غير ما نعطي احتمالات واضحين المنافسين شكونهم ما نصوركش تسال سؤال كل اجابه عاديه لا والله الاجابه عاديه المنافسه واضحه ما بين هذوما زوز انا نقول سامسونج انا نقول هواوي فهمتش علاش 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 غزلت وات علاش هواوي ابارامون نحكي على الكوارتر نتاع 2017 ولا 2018 الاخرانيه ليه ليه هواوي صحيح هواوي مش موجوده حتى في التوب 5 خرج متره شكون الاولى؟ هواوي دونك هي ديما المنافسه ما بين ابل وسامسونج وسامسونج الجواب صحيح سامسونج 20% ماركت شير 17% ابل من القوة قوة ركزوا بالكدا في الحكاية ذي من مستمعينا الكرام يعني بربي ركزوا مستمعينا الكرام معناتها راهي أبل تهبط 3 تليفونات في العام 4 تليفونات كنتارت سامسونج تهبط 20 تليفون مش تفهموا معناتها مش أي يعني أبل بشوية تليفونات نجم تعمل الحين سامسونج تنافس في اللي قامل كل سامسونج تبيع تليفونات من 100 دولار حتى 3000 دولار واضح به خمسه نقاط في ميكر انا اربع نقاط وامير ثلاثه نقاط اربع اربع نقاط سامحني سؤالي اعطيوني ثلاثه فوائد اي ثلاثه فوائد معناها
لأكل زج لي والله شو كل فكرني في التشالنج اللي عملته تاع الكرموس شو كل نظر والله جيت شو كل قوي نظر ما جيت شو كل ماستا شوية يا اخي قال أكل الجزر هيك هو كيف فوايد علاش نعملوا غوديماراج للبيسي باهي ثلاثة شركة لا لا شي شركة شاش بك شي تاخر من النقطة شركة زيت ثلاثة فوائد لأنك تريدي ماري الحاجة المهمة ساعة يتنجم تليبيري برشا بريسيون على الرام بتاعك إذا متأكد منها اثني تنجم أكلي لوجيسيال يبدأوا ما يخدموا في الباكراوند وما كشترا فيهم كي تعمل شيفت كنترول الت سوب وتعمل جيستيونير دو تاش تلقى فما حاجات ذوكم يتسكروا يدي ما كلهم يدوروا على انك تنفس الماكينه معناها شنو ليه ما هذا ايفيكتيف ما خاطر نفس الشيء اذا كان الدور التالي معناتها كفرة ما عنديش حل اخر سامحني والله نحب نعاونك معناها شفتي انت عندك تفسير اخر ما لحظه دونك هذه الاولى الحاجه الثانيه انه البيرفورمانس نتاع البي سي ترجع معناها تنجم كي لاقي لك البي سي تنجم تريدي ماري البي سي خي عاودي خف داخله في الحكايه لا لا شو مش نحكي انه صارت لك مشكله فريدي ماري البي سي علاش احنا في العاده ردي ماري البي سي نبدل السؤال بدل السؤال انا جاي علاش في العاده تاع الميزه ردي ماري بي سي تريدي ماري بي سي واحد انك باش تخفف البي سي شو معنى يتخفف؟ معنى البي سي لي بروسيسور فما دي تاش قاعدين يتخدموا في البي سي اللي هما في الباك جراوند ماكش فايق بهم انت كيما مثلا جوجل كروم كي تحلو وتسكروا يبقى يخدم باه باه دونك يتسكروا لي سيرفيس معناها يتسكروا باه تريدي ماري البي سي هذه واحدة اثني باش يبرد باه يا والله هاي مخات الفونتيلاتور كي تكون تمشي بالقوي من بعد كي تريدي ماري بي سي تيح تيح البيرفورمانس ويبرد لك البي سي وتنفس وكذا الثالثة عاونوني باهي نمشي للفي ميكر ونرجع لك نخمم في الثالثة باهي انا خممت حكاية ميزاجور معناتها خممت فيها انه اذا عندي ميزاجور حاجة يزني روديمال معناتها سا سي سور نتصور اللي فما سا زوز اجابات فما سا اون ستابيليتي من جانب الهاردوير امور هاردوير امور تمبيراتور وكل شيء فما اون ستابيليزاسيون وفما اون ستابيليزاسيون من جهه السوفتوير هذوما زوز اسبيك اي سوفتوير وين واش معنى تقولي ستابيليزاسيون سوفتوير يعني فما هارد وسوفت فما حاجات في السوفت فما تو سكي اوبتيميزاسيون بي سي هارد وسوفت معناها اي دونك تو سكي اوبتيميزاسيون فما اوبتيميزاسيون تصير من جانب الهاردوير فما من جانب السوفتوير يعني من جانب الهاردوير هو تو سكي تمبيراتور تو سكي الفونتيلاسيون تو سكي سيستيم دو ريفروديسمون وكل شيء فهمني ومن جانب السوفتوير هو انه تو سكي يعني فما كليفيشي اللي تلموا في تو سكي اكتيفيتي وكل شيء ما باهي استنى انا انفورماتيك راني عندي فكره ما نعرفش صحيحه ولا في خاطر الوقت الانترنت في الكونيكتيفيتي نتاعك في الكونسوماسيون تاع الانترنت كي يبدا اي صحيحه شو باش فهمك الفاز بالفليق كيما تقول انت نجم تكون تستعمل في بي سي عندك دي لوجيسيال يعملوا في ابلود نتاع دي دوني كيما شير بوينت مثلا والوان درايف وكذا برشا حاجات في الباك جراوند التلاني دونك تاكل لك الكونيكسيون وتي الكونيكسيون روزن تخاطر تستعملها في حاجه اخرى كي تريدي ماري البي سي هذوما ما يتسكروا دونك ترجع الكونيكسيون اسرع باهي مالوروزمون الزوز قلتوا اجابه كاو صحيحه من ثلاثه اجابات على خاطر الهدف الرئيسي انه الرودماري والبي سي ماهوش باش نعملوا سيستيم مش الرفروديسمون تاع الهارد خاطر احنا اليوم زاد كي نعملوا ميزا جو كي نعملوا ميتخون في كيف زاد ما فما حتى شيء يخدم في البي سي اون تيرم دو هارد حتى الفونتيلاتور تسكت دونك برانسيبالمون فما سبعه فوايد انه نعملوا رودماراج للبي سي باهي انتم قلت واحده منهم اللي هي الرام هي صحيحه انه كي روديماري البي سي الحاجات اللي تاخذ اون ميموار فولاتيل تتسكر وبعد ترجع البي سي يبدا تبدا تعمل ليبيراسيون نتاع الغوسوخس انت قلت واحده اخرى هي لي ميزاجور دونك عندكم كل واحد فيكم قال حاجه صحيحه حاجه صحيحه لكن فما حاجات اخرى اهم اللي نعملوا فيها واللي هي تكون زاده في الروديماراج تاع البي سي اللي هي ديما معروفه معناها نعملوها الناس الكل اي مشكل يصير للبي سي نعملوا ريديماراج فيكسينغ ايشوز سي لا ريزوليوشن دي بروبليم اي مشكله موجوده في البي سي اللي هما المشاكل نتاع التروازيام فيرسيون كيما نقولوا مثلا الفيرسيون نتاع 1.1.1 اللي من الاخر هذيك الان صغيره
كي تولي ديماري البي سي جينيرالمون يتحل. معناها نحن التوانسه كي نقول لك تصير لك اي حاجه تسكر بي سي وتحلو مش غلط. لا ماهيش غلط. ماهيش غلطه جمله بالعكس معناها فما لي بوغ اللي هما صغار اللي كيما نقول معناها في الفيرسيونينغ يكون لا تخوازيام فيرسيون هذيك بيان سور يكون من هذوما ثلاثه كيف كيف زاد فما حاجات اخرين كذا كانت تنستالي حاجه جديده ولا بيلوت جديد دو بريفيرونس تولي ديماري البي سي على خاطر يبدا مربوط بالبيوس. كيف كيف زاد نحكيو على الاميليوراسيون دي بيرفورمانس. علاش سالتك انا اش تقصد بالبيرفورمانس؟ اسكو تحكي بروسيسور ولا راه هنا رودي ماريو البي سي باش البروسيسور كيف كيف زاد ينضاف يولي اذا كان فما ابليكاسيون تخدم اون باك جراوند تتنحى وتتسكر وكيف كيف زاد هكاك نحسنوا في في البيرفورمانس نتاع البي سي. السابعه واللي هي لي بارامتر سيستم جينيرالمون تنجم انت تعمل دي بارامتر في البي سي اللي ياثروا لك على البيرفورمانس نتاع البي سي نتاعك ولا ياثروا لك على اي حاجه في البي سي نتاعك. فكي تعمل روديماراج الروديماراج هذا يعمل غينيسياليزاسيون دي بارامتر سيستم. اني نعطيكم الفوائد فما شكون فايده من هذوما ولا زوز قلتوهم ولا ما فهمتهمش؟ لا هل انتم ماكمش مقتنعين بال ليه مقتنع؟ انا عندي فكره سالتك حاجات معقوله واحنا ما يخطرش على البيت بالحق احنا رودي ماريو بعد كل الاستراسيون تاع سوفت وير اكزاكتومون. فما حاجه مهمه انا نقولها باش نفكرش الوقت التيكيتي لابتال ديجيتال بويسك احنا جاوبنا اجابه اجابه ساعه عندنا 0.333333 بلس لانفيني خاطر انت تاخذ في 0.1 دونك انا باش نولي 4.3 وعليه 5.3 وانت 5. باهي يعطيك الصحه خلينا المطلب بتاعك وقوبل بالرفض هذه كانت الكيو ان اي.